هذه الزيارة التي نتحدث عنها للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية ستشهد أيضا زيارات مهمة جدا من دول مهمة جدا موجودة في منطقة الشرق الأوسط، نتحدث عن العراق، عن الأردن، عن جمهورية مصر العربية، كلها حاضرة. وأود التركيز هنا على زيارة رئيس الوزراء العراقي سيد مصطفى الكاظمي تحديدا والعراق، وما ممكن أن يستفد منه في ظل هذا الكلام الاستراتيجي الهائل، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، الطاقة. ما الذي ممكن أن يخرج به العراق في ظل هذه التفاصيل التي تجري والتوقعات التي نتحدث عنها؟ أقول بألم، خير الحال لو كان قبل سنوات ما كان ليتم أي شيء دون العراق. يعني الآن اسم العراق الذي أضيف لاحقا للقمة كان هو الأساس. يعني تذكر كثير من آليات الاقتصادية والدفاعية كانت في الثمانينات موجودة، والعراق كان حجر زاوية فيها. منظمة مجلس التعاون العربي في إبان عهد الراحل الحسين العظيم كان هناك اتفاق على إقامة نوع من الاندماج الاقتصادي. سبحان الله، نفس الكلمة التي تستخدم الآن، اندماج اقتصادي إقليمي. الآن للأسف يعني الدول العربية التي فشلت في تحقيق تكامل اقتصادي، وحدة السوق العربي، يعني قامت المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وحتى الآن لم تقم وحدة اقتصادية حقيقية ولا تعرف الجمارك. ما زلنا نعاني من تهريب المخدرات في الخضار والفاكهة للأسف، عوضا عن تأمين الحدود وتأمين تدفق سلعي آمن دون أن تعبث به التنظيمات الإرهابية التخريبية. هذه الأمور كيف ستتم دون دول أساسية في هذه المنظومة؟ الآن نتحدث عن العراق، تتحدث عن محاولة إيران لتسميم العلاقات العربية العربية، محاولة الاختراق الحدود باسم المقاومة، باسم الجهاد. للأسف هذه الساحات الآن المستباحة في العراق، في لبنان، سيتم وضع حد لها عندما يتم إدماج العراق اقتصاديا ويصبح جزء من منظومة الطاقة، الكهرباء، الغاز، النفط، ويرتبط كل الدول العربية بعضها ببعض، وتكون القصة أن الضغط الاستراتيجي التي تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بعدم السماح لروسيا بالضغط على أوروبا أكثر من ذلك لن يتم سوى عبر تفاهم إقليمي. كيف ستقوم مثلا عمليات التنقيب على الغاز دون اتفاق ترسيم حدود مباشر أو غير مباشر بين لبنان وإسرائيل؟ يعني نضحك على بعضنا إذا قلنا أن ذلك ممكن تفاديه. فلا يمكن يا عزيزي أن يتم ترتيب بتعلق في الطاقة، في مشاريع المياه ونقل الطاقة دون العراق، لأن العراق هو من الدول الأساسية في الإقليم في الملفين معا. وللأسف العراق بسبب الفساد وسوء الإدارات والأمن المنفلت غير المنضبط، اختراق الوكلاء إيران أدى إلى عوض أن تكون حلا عربيا لهذين المشكلتين، أصبح العراق يعاني من ذلك. انقطاع الكهرباء أصبح في العراق وليس فقط في لبنان، في العراق وسوريا. هذا يعني يا عزيزي أن الحلول التي تعهدت بها مصر والأردن لمد يد العون طوق النجاة في موضوع الطاقة، الكهرباء خاصة، للبنان مثلا وتقوية هذه الخطوط لا يمكن أن تتم دون الدمج الاقتصادي العراقي في هذا الأمر. وهذه رسالة مزدوجة توجه للإيرانيين من جهة بأن هناك محيط عربي عليكم احترامه، وأيضا هي رسالة داخلية تساعد العراقي، رجل الدولة في العراق، رجل استخبارات كالسيد الكاظمي، بأن يقول الآن كفى عبثا بالأمن الداخلي في العراق، لأنه يضرب المصداقية العراقية في أن تكون قادرة على تحقيق اندماج اقتصادي عربي يحل مشاكل كبيرة منها الفقر والبطالة. هذه الأمور تعيد العراق تدريجيا إلى الحضن العربي وإلى موقعه العربي المهم جدا كما يسمى دائما كان الجبهة الشرقية في مواجهة إيران.